نالت جاست كوز 2 في 2010 رضاء الكثير من اللاعبين وحازت على تقييمات عالية نظرا لما قدمته من تجربة ممتعة للاعبين. ولكن ماذا عن جاست كوز 3؟ هل ستحقق نجاح مماثل أم لا؟ وجدير بالذكر أن اللعبة ستصدر في 1 ديسمبر للبي سي والإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4. اللعبة من تطوير استوديوهات أفالانش ونشر سكوير إينكس. إحنا جربنا اللعبة على لابتوب MSI G62 بكارت رسومي GTX 965M، وإليكم الآن بعض انطباعاتنا الأولى بعد تجربة الساعات الأولى من اللعبة. أسلوب اللعبة يتميز بالجنونية والمتعة والعالم المفتوح الواسع والمركبات التي يمكن استخدامها في التنقل في هذا العالم، لكن السيارات تعتبر بدون فائدة، فالتحكم بها سيء، وأيضا تنقلك باستخدام الجرابلر والباراشوت أسرع وأمتع من السيارات، فلن تكون ملزم بطريق معين ويمكنك تسلق أي جبل أو مبنى بسهولة شديدة وسرعة. والجديد هو الوينج سوت واللي هتسرع لك التنقل وهتضيف لي متعة كبيرة جدا. نظام القتال باللعبة يعتمد بشكل كبير جدا على متفجرات. اخيرا في لعبة هتنافس ماد ماكس من ناحية الانفجارات. ولكن الأسلحة ليست متنوعة بشكل كبير، ولقد واجهت بعض الجليتشات في اللعبة وعيب في الذكاء الاصطناعي للأعداء. كنت أتحرك بينهم كأني مختفي وليس لي وجود، حتى بعد أن قتلت بعضا منهم لم يتحركوا، لكن أعتقد بشكل كبير جدا أن هذه المشاكل لن تكون موجودة عند إصدار اللعبة. التنقل في العالم ممتع والمناظر الطبيعية رائعة، ولكن شكل المدن والمباني لم يعجبني تماما، فالمباني متشابهة بشكل كبير جدا وقليلة التفاصيل، ولكن متعة التنقل والانفجارات كافية انها تقدم لك تجربة ممتعة وحماسية جدا. بعد عرض الجيم بلاي شاركونا بالتعليقات ما هي انطباعاتكم عن اللعبة، ولا تنسى متابعة عرب هاردوير على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستغرام. كان معكم أحمد عمرو.